طلعتي لينا صاحبي. لا صدق عنك وين يا عمر هذا اليوم ولله الحمد والشكر تلقيت الجرعة الأولى من لقاح ضد كوفيد 19، ومن هذا المنبر كنتوجه الشكر الجزيل للطاقم الطبي والصحي وكذلك طاقم ممثلي السلطة المحلية وممثلي الجماعة الذين يسهرون جميعا على إنجاح هذه الخطة الرامية إلى الحد من انتشار كوفيد 19 وكذلك إلى تحقيق التطعيم العام حتى نتمكن بإذن الله تعالى من الرجوع إلى حياة أفضل مما كنا عليها. رجينا من الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ينصر صاحب الجلالة نصره الله وأيده، لأنه هو الرائد رائد هذه الأمة في هذا المجال بالضبط، والذي أبان بصدق على حبه لشعبه ولوطنه. نتمنى كذلك كامل الصحة وموفور العافية لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة.